अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम पारा नंबर 2 सूरतुल बकरा की आयत नंबर 177 की तिलावत करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل مشرق والمغرب ولكن البر ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا
إذا عاهدوا والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين 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 في البأساء في البأساء في البأساء والضراء 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 وحين البأس وحين البأس وحين البأس والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين أولئك الذين أولئك الذين صدقوا 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 أولئك الذين صدقوا وأولئك 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 هم المتقون هم المتقون هم المتقون وأولئك هم المتقون ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب والمغرب ولكن البر من آمن بالله من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله العظيم. پیارے بچو اب آپ اس آیت کو تلفظ کے ساتھ ادا کریں اور اس کی مشق کریں. شکریہ. اللہ حافظ.